سلام شباب. اليوم راح نتكلم عن طريقة معرفة مواصفات الكرونوس جميع أنواعه بشكل عام. إذا حبيت تعرف حجم الذاكرة بتروح على جلوبال، ومن جلوبال بتروح على اوبشن انفورميشن. اوكي، بيطلع لك حجم الذاكرة هون في الشاشة من الأعلى. طبعا هون عادة الكرونوس 2 بيكون حجم الذاكرة فيه 4 جيجا، بتبين عندك إذا كانت الرام موجودة أو لا. أما إذا حبيت تعرف حجم الهارد ديسك أو إذا موجود في هارد، بتروح على الديسك بيطلع لك القائمة هاي على كون أول خيار بعطيك إياه. طبعا بكون عندك اتش دي دي انترنال الهارد، طبعا عادة بيجي في هارد 64 جيجا. ميديا انفورميشن ببين عندك جميع مواصفات الهارد ديسك. اذا عندك الجلوبال عشان تعرف حجم الرام، والديسك اساس تعرف حجم الهارد ديسك الموجود بالجهاز. بكل الاحوال المفروض الوضع الطبيعي بالكرونوس 1 تقريبا تجي 2 جيجا الرام، اما بالكرونوس 2 4 جيجا مع هارد ديسك 64.